مساء الخير، ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقة واحدة بس يا فندم؟ حضرتك انا معايا معجون سنان، مش هتلاقيه في اي حتة ولا في اي صيدلية غير عند العبد لله. معجون السنان ده يا فندم بيحتوي على مادة فلوريد الامونيا بالاضافة لمادة الفلورايد الفعالة اللي بتقضي على التسوس من اول غسلة. بق حضرتك كده يا فندم، شفاك الله وعافاك كده يا فندم، مش هتلاقي في بق حضرتك ولا سوسه واحده. مفاجاتي خلصت؟ لا لا لا، ما خلصتش حضرتك يا فندم. لو خدت معانا العرض ده هنقدم لك معاه عرض المجموعه كامله بالثلاث نكهات، نكهه الفراوله، نكهه التفاح، والنكهه اللي كلنا بنحبها، النعناع. مفاجاتي خلصت؟ لا 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 لا، ما خلصتش حضرتك يا فندم. لو خدت معانا العروض دي هنقدم لك معانا عرض السواك. مفاجاتي خلصت؟ لا 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 لا، ما خلصتش حضرتك يا فندم. لو خدت معانا العروض دي كلها هنقدم لك معانا عرض الثلاث فرش بمقاسات مختلفة، واحدة لحضرتك وواحدة للمدام وواحدة للطفل الصغير. مفاجآتي خلصت؟ لا خلصت يا فندم، انا مش علاء الدين حضرتك، انا ببيع لحضرتك فرش اسنان. اغور في داهية ليه كده يا فندم؟ كان ممكن حضرتك تقول لي مش عاوز يعني بدل الاهانة دي. تمام ماشي يا فندم، شكرا. ممكن ناخد من وقت حضرتك دقيقة؟ صدقني هتندم، خد فكرة وما تشتريش. بص حضرتك انا معايا معجون سنان بيبوظ السنان، وكمان معايا فرش اسنان بتبوظ من اول غسلة، بس اشتريه اشتريه عشان والله العظيم رجلي ما قادرة تشيلني من كتر اللف والتدوير، ومحدش عايز يشتري مني حاجة. وشي تعب من كتر التمثيل بابتسامة بهتان راسمها على وشي بالعافية، وبرضه محدش عاوز يشتري مني حاجة. لساني متكسر بكلام محفوظ متروس ملوش اي معنى، وبرضه محدش عاوز يشتري. مع ان مفاجاتي ما بتخلصش، بس العمر بيخلص والحلم بيتهد، والسنين بتجري بجبن وخبز وسرقه مش عاوز حد حاسس بيها، انا حاسس بيها. مشلول ماشي في طريق مقفول ملوش اي معنى، وبرضه محدش حاسس بيا.